مركز أوسكورب للعلوم. لين محتاجة تعرف إيه اللي هيحصل لو كملت خطتك. لو رفضت تسمعني هاخد النيو كورب وهدمره لو اضطريت لكده. في حد من شعلة نهاية جامدة. سبايدر مان عملها تاني. المحلات ما فيهاش تمثيل. استعدوا يا جماعة، عاصفة الحرب اللي كنا متوقعينها، عاصفة هي قوية وصل. تزنوا اللي ممكن تحتاجوه مستمعينا لو في احد لديهم بالفعل. آسف يا ابن اخويا. مش هترجع تاني هناك. خلي كريجر والتينكرر يموتوا بعض. ارجع لدور سبايدر مان بتاعك لما الدنيا تهدى. يعني ايه استخبى تحت هنا؟ ما ينفعش اختار امتى ابقى سبايدر مان. انا لازم اوقف فين؟ لا لازم تعيش. انا بعلمك كده وانت مش بتسمعني. لو عايزني اعيش قوي كده ليه بعتني لكريجر؟ انا ما بعتكش. ايوه بتكلم جد، ما كانش ينفع تتمسك. كريجر هو اللي بعنا. كنت عايز ترجع للعيله وده اللي قدرت تعمله. انقذت حياتك. انت رميتني في سجن عشان احميك. بتسمي ده انك بتحميني؟ لا يا مايلز، مش هخسرك انت كمان. وانا مش هسيب الناس تموت بس عشان انقذ حياتي. انت استهونت بيا. مش معقول. ما تكلمنيش في الموضوع ده. انا مش عايز بس ما اقدرش افضل تحت هنا. يبقى هعمل اللي اقدر عليه عشان تبقى بامان. تقنية التخفي لازم اوقفها. الموضوع ما يخصنيش خالص. الموضوع يخصك انت. خاوي ما تقلقش، الموضوع عليا. هو انت امتى هتفهم اني لازم احارب عشان البلد دي؟ هيصد كل قلعيني. مبعد عن الدرع ده. انت مش فاهم، انا اللي بنقذك. وانا بحاول اني انقذ الناس. لازم احاول. استاذك علمك تختار الخناقات اللي تدخلها؟ علمني ان افكر في الناس كلها قبل ما افكر في نفسي.
وما حاولناش نحسنه. انت مش فاهم، عمرك ما حاربت حد غير نفسك. انت بترمي نفسك في الهلاك، تعرف مين تاني عمل كده؟ ما تقولش كده. انت عايز مامتك تاخد عزاك؟ مش هسمح لك. هولوجرام، ابنيات تانية من صحابك روبسون. انا بتعامل انت ساتر يا ابن اخويا، لسه الولد اللي واخد سبايدر مان قدوة. لا، انا الولد اللي الناس واخداني قدوة ليهم. ارجع، خليك بعيد يا ابن اخويا. عمرك ما هتتقبلني كسبايدر مان، ودي مجازفة لازم ما تخلينيش اتحس. انت صح، مش هسمح لعيالي تموت عشان يلعبوا دور الابطال. هتكمل كده لحد امتى؟ هتموت نفسك عشان تثبت انك تستحق تكسب انا؟ لا، لو ده هو المطلوب. من غير قدراتك ولا حاجة، قلتلك مش هتستمر. أرجوك يا ابني ما تعملش كده، ما تضيعش حياتك. هعمل اللي أقدر عليك زيك بالظبط. مين فيهم الحقيقي؟ وده منع انك تكذب عليا او تخدعني او تحاربني؟ موضوع العيلة ده مش كفاية. مش لازم الموضوع يبقى كده، ان انا وانت نكره بعض. هو ده اللي حصل بيني وبين ابوك، انا مش عاوز ده يتكرر معاك. ولا انا مش هينفع ابقى زي ما انت عايزني، ومش هغزل الناس اللي محتاجاني. المفروض أعمل أحسن من كده. جانكي، عمي خطفني حالاً وحبسني. إيه؟ صاحبي، أنت كويس؟ كان لازم أواجهه، وبعديها قلت له انتهت بينا. آسف، دي أكيد ما كانتش حاجة سهلة. ده اللي كان لازم أعمله. أنا رايح لمركز العلوم، كلمني لو الأمور سائد في هارلم. تمام،
انت وفي سبايدر مان. المتحف مقفول للتجديدات والمجتمع السري احتلوه اكيد. فين جوه؟ انا كان نفسي اشوف الانفجار. كل حاجه هتتغير. نوع الأمن بتاعه. في الأكشاك دي. كمان متوصلة. الأول إحساس حلو. الموضوع هينجح. الخطة ماشية. اتنين كمان. أيوة. شفت واحد كمان. مش مصدق قد ايه الموضوع بينجح. فين؟ انت هنا؟ المعركة كان آخر الممر. أكيد هي جوه خالص. أه.
فين؟ يلا محتاجين ننهي الموضوع أنا وإنتي. أكيد هلاقيها عند مشروعنا آخر الممر ده. يلا يا بطيء، انا عاوز اشوف مشروعنا قبل ما نبقى عواجيز. اهلا في مركز اوسكار للعلوم، ابتكارات بكره هي. انا جاي انا جاي. لحظه، فين مشروعنا؟ خريطه المتحف على موبايلي. مشروعنا في معرض مميز في الدور الاخير. هموت واشوف اسامينا على اليافطه كعلماء حقيقيين. النهارده في مركز اوسكار للعلوم، وبكره في كل المتاحف في العالم. شكرا انك جبتيني، ما جيتش هنا خالص. بدلة الغوص دي من اول البدل اللي اتطورت في اول القرن ال18، ولما طوروها. طب هيخلوني اجربها؟ هحب اشوفك وانت بتمشي بالبتاع ده. مش هتبقى اسوأ من جزمتك في حفلة الرقص. اه بجد جزمتك كانت اطول من بتاعتي. المعرض المميز فوق، الاسانسير اهو قدامنا، وقت نلف شوية الاول. معاك تذاكر المعرض المميز؟ مشروعنا معروض، ما فكرتش اننا هنحتاج تذاكر. هتحتاجوا، والتذاكر خلصت، ما ينفعش تطلع. عامة شكرا. هنحتاج طريقة تانية عشان ندخل. هي قالت ان مفيش تذاكر تانية. تمام، بس شايف الباب ده؟ الممر مقفول. عارفة نوع القفل ده؟ لو وجهت ضوء عليه هيفتح. نور فلاش موبايلاتنا هينفع، بس مش هيوصل. هتوصل لو زحلقنا حاجة عكسة للضوء من تحت الباب. حاجة عكسة للضوء، هيبقى حلو لو لقينا حاجة بتتغير. بتتغير؟ يعني شكلها بيتغير؟ يا سلام عليك وانت بتقول كلام مبهم. اسكتي. سبيكة بتفتكر الشكل. هغير الشكل من تطبيق المتحف. تمام يلا. انا اسف. كله حلو. لسه عايز حاجة عكسة للضوء. شايف ازاي الادوات الخارجية متوصلة بكمبيوتر وحدة الاوامر؟ ممكن نخترع الفكرة، بس لازم ندور على لوح طاقة. ايه ده؟ بصي، مرايات شمسية وبتلزق من ورا. وعلشان نفتح قفل حساس الضوء. معايا مصدر الضوء، قولي لما يكون الاستيكر ناحية المستشعر وأشغله. مفيش حد واخد باله، يلا بسرعة. نجحنا، يلا مشروعنا مستنينا. كانت حاجة لطيفة. هتوحشني المغامرات اللي زي كده معاك. بتتكلمي عن ايه؟ صباح الخير. انت هتكون في بروكلين فيجنز الاسبوع الجاي وانا لا. مش هختفي من الكوكب، هنفضل نخرج. هتبقى مشغول. مش مشغول للدرجة دي، هفضي وقت مخصوص لينا بجد. تمام، الموضوع بقى عاطفي قوي. يلا خلينا نطلع فوق. اهلا بابا. اهلا معايا. اهلا استاذ ديفيس. فين بتسلم؟ انتوا مبسوطين؟ ما
ما تنسوش تصوروا مشروع. بابا دي مش حاجة مهمة. دي حاجة مهمة جدا. تمام تمام هنتصور. بحبك يا بابا. سلام. هو ده مشروعنا ورا. تفتكري شغلوا المحول؟ وإلا إيه الفايدة؟ هيستخدموا عطلة حيوية ويربطوه في صندوق زبالة. مشروعنا. أوه وي ممكن تبصوا هنا؟ علماء مخلصين حصدوا جوائز. محدش قال لنا اننا كنا في المعرض المميز. لازم تذكرة. ازاي دخلت؟ انا اشتريت تذكرة. ازاي دخلت هنا؟ مش مهم. قربوا كده هناخد صورة. لازم تشارك فيها. انت ساعدتنا في تشغيله. تمام تمام ماشي ماشي يلا بسرعة. حلو. ابتسامة كبيرة. مش كبيرة قوي. فين؟ انت لازم تعرفي. زهقت علشان بسمعك. لازم اقول لها على اللي حصل في المفاعل. اسمعوا يمشوا ورا بيتر. قبل ما ارجع هارلم. Oh!
محتاج اروح هارلم دلوقتي قبل ما فين تدمر المفاعل. جانكي رد عليا، اخبار الاخلاء ايه؟ وحش، روكسون والمجتمع السري منتشرين، دي كانها حرب. انت كويس؟ وماما؟ عرفنا حل تيو مع ناس كتير بس الصوت بيقطع. انت فين؟ جانكي لو سمعني انا في الطريق، امسك نفسك ارجوك. عمري ما شفت اعصار قوي كده. جانكي سمعني؟ جانكي اصبروا يا جماعه جاي امان. مش هسمح، خلوا بالكم بس لحد ما أمن الشوارع. أعداء من المجتمع السري عندنا أولين أحلام كتير سبايدر مان. هتيجي هنا.
قصدتي دي. ايوه الناس حرك. شكلك معرفتش انت فين يا مايك. شارع 125 بدور على ماما. في سبايدر مان جديد متابع، هو هيحميهم. احمي انت نفسك. اوكي اخرج من هناك. تمام ايوه هسيب له الموضوع. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ده المبنى اللي ساكن فيه، من فضلك ما تتحرقش. يا طالع عامل لي توهان، لازم اروح نقفل ضرب النار. سمعني احنا عن كانكي. انا رايح الشرق، انت فين؟ مستخبيين في محل المكان بقى قويه. تعالى هم في محل تيو. انا عرف بس محتاج اخلص من روكسون والمجتمع السري عشان اامن الشوارع. انت بتاعي. محل تيو فوق هناك. اتمنى سبايدر مان يكون بخير. جانكي انت فين؟ هتعرفوا تحاولوا تهربوا؟ مين ده؟ حد هنا؟ شباب شباب اسمعوني،
محتاجين نخرج من هنا، بس مش هقدر اشيلكم كلكم. هي بدأت فعلا. شفت سبايدر مان؟ اخرج يا مبتدئ. في حاجة أهم تخلصها. معها حق. روح، هنخرج الناس. هرجع تاني. عارفة. طيب يا جماعة، شوفوا كل باب، مش هنسيب حد ورا. لا انت مش عارفة بتعملي ايه. يستحقوا اللي بيجرى لهم. لا، المفاعل كريجر غير المواصفات. انت مش بس هتدمري ساحة روكسون، انت هتبخري هارلم كلها. مش هسمح لك تكذب عليا تاني. اتأخرت. مقدرش اسيبك تعملي كده. مش هسمح لك تمنعني. انت مش شايفة المفاعل بيعمل ايه؟ بيدمر الساحة، بيدمر النصب التذكاري بتاع كريجر. لو الساحة انهارت هتاخد هارلم معاها. مين فهمك كده؟ كريجر؟ انا حاسبها كويس. انزل هنا. ازاي بتتحرك بسرعة؟ انت ليه مش عاوزة تسمعيني؟ كريجر معرفش يغير المفاعل، هو مش بالذكاء ده. لا بالذكاء ده انا هوقفه. فين اللي كنت عارفها؟ كانت بتهتم بحماية الناس أكثر من محبتي. دي نفس الحاجة. تلعب غيرها. أرجوك يا فين، أنا بقولك الحقيقة. أول مرة. ما كانش المفروض أكذب بخصوص دخولي المجتمع السري. لو ينفع أرجع. ما تقدرش. هنتكلم بعد ما وقف المفاعل.
فاعل لسه في وضع خطر قريب قوي، مش هنقدر نوقفه. لا انا مش ههرب تاني ابدا. لا. في صفك. نقدر نخلص على روكسون باللي نعرفه عن النيو كورس. مش هينفع، محدش مهتم. مش حاسة؟ لازم نوقف المفاعل. لازم اتفادى. سير
وانا بحاول. المفروض يحصل. أقدر أوقفه. أنا أسفة. مفيش مشكلة. مش هصمد اكتر من كده. Oh!
مايلز، مش ممكن، قول حاجة. هو الكل بخير؟ احنا في أمان كلنا. فين؟ انت امشي من هنا، هنتصرف معاهم. قدرت تشوف وشه؟ عملت صح يا سبايدر مان. شكرا. هو مين الولد ده؟ ده سبايدر مان حبيبنا. يا جماعة دي مقاطع مزيفة، مقاطع مزيفة، فاهميني؟ انتوا عندكوا فكرة انا مين؟ انا هوريكوا. ايوه عارفين، انا هوريكوا، انتوا سامعيني؟ صح يا اصدقائي، سايمون كريجر دلوقتي في السجن، ايرن ديفيس المعروف بكراولر اتقلب ضده هو وروكس. ديفيس هيروح السجن بس ممكن يتخفف له الحكم. اظن اننا ممكن نتعلم من اللي حصل في هارلم، باتحادنا احنا اقوى. ولطيف جدا ان يكون عندكم سبايدر مان في منطقتكم. شكلك حلو يا هيلي. انا فعلا مش قادر انسى البدلة دي، حلوة قوي. اكيد انا. ايوه صح. بيت، هي الشغلانة دي دايما صعبة؟ شوية مش كتير، بس في حاجات بتفضل على طول صعبة. روكسون اتجهت شمال المدينة عشان ملناش لازمة. أنا، ريك، فين، كل هارلم. أعتقد إن من شغلنا نتأكد إن هما ما يهربوش. هنضيفها القسم سبايدر مان. يلا بينا.